مرحبا، اليوم رح نعمل كيف رح نصنع السلطعون. نحتاج ورق مقصوص بهالشكل من الأكبر للأصغر، دوائر مقصوصة من الأكبر للأصغر، ونحتاج ورقة مقصوص هي دائرة مقصوصة في المنتصف. نبدأ بالعيون، نلصق نلصق العيون بالشكل، نقوم بلصق الفم. نأتي بالورق المستطيل، 4 من جهة اليمين و4 من جهة اليسار، نلصقها بالشكل، بعدين نقوم بطيها بالشكل. هذا شكلها. بعد ما انتهينا تأتي بالورقة المستطيلة، نطويها بهالشكل. نقوم بلصقها من هذه الجهة. بعد ما انتهينا نقوم بعمل مقصات، نطوي من هاي الجهة هالشكل، نطيها من الجهة الثانية، بعدها نقوم بقلبها هالشكل، طيها شفنا. قم بلصقها، هذا هو الشكل النهائي للسلطعون. باي.